أولا خلينا نوضح للمشاهد، إحنا عندنا أحزاب متدينة أم عندنا دين مسيس؟ مع كل الاحترام لكل الأحزاب السياسية، قطعا اللي موجود في العراق لم تنجح برأيي يعني الفكرة الإسلامية الحقيقية، باعتبار أنه لو ذهبنا أن هنالك حزب إسلامي حقيقي كان من المفترض أن يعمل وفق الثوابت الإسلامية في كافة المجالات، على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي، المستوى المالي، حتى المجتمعي. لكن قطعا هنالك بعض الأحزاب من تمتلك اقتراب من جانب الدين، وتحديدا خلينا نتكلم عن القوى الشيعية، تتكلم عن هذا الموسم، هذا الموسم موسم عاطفة، موسم عبرة وعبرة، فبالتالي قد يكون العبرة هي أكثر استغلالا من قبل الأحزاب السياسية في هذا الموضوع، ربطتها بحادثة القرآن. أنا أعتقد القرآن بعيدا الآن عن المستوى العقائدي، بدأ هنالك تحرك الآن جديد ممنهج باتجاه العراق، أضافوا للقرآن الكريم موضوع العلم العراقي، وهو استهداف ومنهج واضح يعني من قبل القوى الغربية لإحراج حكومة السيد محمد الشيع. تتكلم تقول لي هل من المفترض أنه نواجه هذا الحرق بوسيلة المظاهر المسلحة؟ ما أعتقد أكو دولة غربية عندها إشكال ويا السيد السوداني والهوية حكومته، ما أعتقد. لا لا أكو أستاذ أحمد، تحديدا في هذا الموضوع أنا أعتقد بدأ الإشكال بمفاجأة السيد محمد الشيع للجانب الأمريكي بموضوع أزمة الكهرباء وأزمة مبادلة الغاز مقابل النفط، يعني حول المبادلة النقدية للنفط اللي كانت تحرج العراق حقيقة، ما تحرج إيران، تحرج العراق. أعتقد كان يطالب بحل، وهذه أزمة أصبحت مستأزمة في العراق، يعني موسمية كل سنة لازم وتستغل من قبل الخارج لتحريك الشارع. اللي سواه سيد محمد الشيع برأيي فاجأ الجانب الأمريكي، وهذا الموضوع برأيي أثار غضب الجانب الأمريكي، لذلك من باب إضعاف هذه الحكومة. وفاجأ الجانب السويدي؟ لا، هنا خلينا هنا فاجأ الجانب الدنماركي؟ طبعا طبعا. ليش فاجأهم؟ طبعا سألنا هذا السؤال أكثر من مرة، شنو مصلحة الحكومة السويدية والدنماركية بهذا الموضوع، وتدخل في عداء وكراهية مع الشعوب المسلمة؟ ما بيها مصلحة، شنو مصلحة الدول الأوروبية؟ دول تحترم القانون، القانون يسمح الدولة تعطي موافقات، ليش مظاهرات؟ خلطيك الدول الأوروبية قاصرة أمام الإرادة الأمريكية، هذا ما أثبتت الحرب الأوكرانية الروسية. شنو مصلحة أوروبا بحرب بدعم أوكرانيا بالحرب الروسية؟ والآن الشعوب الأوروبية تعاني، خصوصا موسم الشتاء القادم راح تعاني أكثر إذا استمرت هذه الحرب. شنو مصلحة أوروبا بهذا الجانب؟ إذن هنا نعرف الإرادة الأمريكية وتحديدا الحكومة العميقة، حكومة العالمية، هي إذا تحرك حقيقة هذه الحكومات من أجل تحقيق مصالح شخصية. الجانب الأمريكي يريد يبقى الجانب العراقي تحت الضغط. هذا التصرف المدان مال هذا الشاب العراقي، أمريكا قالت له روح أحرق العلم العراقي وأحرق القرآن، هذا شغل مخابرات أستاذ أحمد، وأنا قلت لك إياه. تحولنا الآن من موضوع الحرب العقائدية، أكو ممنهجة حرب ومنهج باتجاه العقيدة الإسلامية، هذا موضوع واضح.